انا حاطه فلوسي في انني كنتفاجئ بانني جيت في الليل باش غنتيريهم ما لقيتهمش. وريوني غير شي كاميرا بان هاد الفلوس شكون جداهم، تيقولي احنا ما عندنا ما نديرولك. يعني انا فلوسي انا صارت فيهم الليل، ما جيش كنلقاهم هكاك، راه نقش فيهم تعذبت فيهم، يعني جا واحد داهم ليا ما عرفتش انا شكون. بسم الله، انا سميتي فوزيه مغني من مدينه الدار البيضاء. انا حاطه فلوسي في انني كنتفاجئ بانني جيت في الليل باش غنتيريهم ما لقيتهمش. الغد لي مشيت للبنكه قلت لهم يعني لقيت الفلوس ديالي خارجين، قلت طلبت منهم الرولفي عطاوه ليا، ملي عطاوه ليا كنلقى اللي كيتيري لي كتيري ليا ب 40000 ريال، يعني مشات لي الفلوس في نهار واحد. يعني تنقول لهم غير وريوني غير شي كاميرا بان هاد الفلوس شكون جداهم، تيقول احنا ما عندنا ما نديرولك، سيري عند وكيل الملك. ملي مشيت عند وكيل الملك درت شكايه عند وكيل الملك، صيفطوني للاناسي، مشيت للاناسي وطلبت منهم انهم يعني ياخذوا لي الاجراءات القانونيه ديالي. ما كايناش الكاميرا في البلاد، انا كنطلب من الشرطه العلميه انها تدخل لي في القضيه ديالي وما تخليش لي ان الفلوس تضيع. يعني انا فلوسي انا صارت فيهم الليل، ما جيش كنلقاهم هكاك، راه نقش فيهم تعذبت فيهم، يعني جا واحد داهم ليا ما عرفتش انا شكون. ما يمكنش ضروري تدور لي الكاميرا، واللي متيري لي راه شاده الكاميرا، انا بغيت غير الكاميرا تدور وفلوسي يرجعوا ليا. قالت فلوسي يعني ماشي انا سال تضيع لي فلوس، راه 1,040,000 ريال والصف اللي مشات ليا، واش انا لاقيها في الزباله؟ ضروري خاص وكيل الملك يتدخل ليا والشرطه العلميه. يعني قالت الا جيت انا نسكت واحد اخر يسكت، راه انا راه غتولي السبب في البلاد. الكاميرات علاش هما اصلا مديورين؟ راهم مديورين انهم باش يشوفوا هذا، يشوفوا اللي جا واللي تيرا، مالهم هما ما عندهمش الساعه؟ مالهم ما عندهمش هما الكاميرات؟ لابد خاص يكونوا الكاميرات يشدوه، انا غادي يشدوه يدخل الحبس، انا ما خاصوش يبقى غير هكاك سايب ويرجعوا لي رزقي وتدور الكاميرا. انني جيت خارجه، انني غادي للفرماسيان، انني غنشري الدواء، جيت كنتيري من كاد كيشي باش نتيري الفلوس ما لقيتهمش. على هاد الفلوس فين مشات؟ وانا حي الله حاطه 100000، على هي الفلوس فين مشات؟ المهم غد ليه مشيت لعندهم، ملي مشيت طلبت منهم قلت لهم عطوني الرولفي ديال حسابي، عطاو ليا كنتفاجئ ان الفلوس مشاو في نهار واحد. قلت لهم هاد الفلوس كيفاش مشات وكيفاش خرجت؟ قالوا لي احنا ما عندنا ما نديرولك، سيري عند وكيل الملك. تسنيت المدير حتى جا، قلت لي خويا انا حاطه فلوسي جيت ما كنتفاجئ انني ما لقيتهمش. قال لي شوفي، قال لي احنا ما عندنا ما نديرولك، قال لي وكيل الملك اللي غيدخلك في القضيه. انا كنطلب من وكيل الملك انه يدخل لي في القضيه ديالي، وكنطلب من الشرطه العلميه ان تدخل لي في القضيه ديالي. انا راه اصلا هذا اللي جا تيرا ولا جا خادهم راه كاينه الكاميرا، واش ما كايناش؟ كاينه، يجبدوه لي ويرجعوا لي رزقي. انا ما كنت هذا السايب، واش كنت الا جيت نسكت انا ويسكت واحد اخر راه غتولي السيبه في البلاد. علاش الانسان يعني هاد البلاد ديالنا راه مازال خاصها تزيد تخدم، راه خاص مازال الكاميرات يزيدوا يخدموا اكثر، لان كنت اللي جا واحد غيدي الفلوس وغيدي هاد الفلوس راه ماشي غتولي زعما يعني غتولي الدنيا خايبه بزاف. انا جده ليا رزقي، واش انا سهرانه في الليل واش انا كنلقاهم؟ راه ما كنلقاهمش. خدمتي فلوس خدمتي عليهم ليل ونهار في الاخر ما كتلقايهمش؟ اه فلوسي جيت خدمت عليهم ليل ونهار، يعني واحد لا كان كينعس انا راه كنبات فايقه، انا ما لقيتهمش. انا خدمت فيهم مشيت نقشت الناس، ما خليت درت فيهم تماره، ماشي زعما جيت ولقيتهم. الناس راه كتبات ناعسه وانا كنبات فايقه، يعني ويجي واحد يديهم ليا. انا ملي كنجي كنقول لك لا حق انت
مثلا انت عطي الكود لشي واحد، لا انا غادي نوض نعطي لشي واحد الكود يمشي يخرج لي الفلوس من البنك، واش انا ماني حمقه ولا انا مسطيه؟ راه امبوسيبل انني تيقولك حقا اللي تيري تيري من الابليكاسيون، كيف غيتيرو لي انا من الابليكاسيون؟ راه الابليكاسيون كي هو تدخل ليها راه ما يمكنش يدخل ليها هوايا، وانا دايره فيها 800 الارقام وسبعه ديال الريم، منين جاو هما منين؟ الا انا شك انا من البنك مشاو، والله الله اعلم. انا المهم انا بغيت الشرطه العلميه تدخل ليا في القضيه ديالي، والوكيل المالك انه يشوف لي الدوسي ديالي، واش انا غادي نصبر؟ راه ما يمكنش ليا نصبر. مشات ليا مليون و40 الف ريال. مليون و40 الف ريال تخدمتي على تقريبا تقريبا عام والصرف. عام والصرف تخدم؟ اه. ضربت لك بزاف؟ اه في الاخر ضربت ليا في الزيرو، بعض المرات كنجوع نفسي، بعض المرات ما كان شحال من حاجه كتخصني ما كنبغيش نشريها، شحال من حاجه حارمه نفسي ومخبيها، كنت انا اصلا مريضه كتسواني على المرض. يعني انا دايره مع على قبل المرض. وانا اصلا يتيمه، ودري طمع فيا واش انا يتيمه وجا دار ليا هاد الحاله اش بغى عندي؟ خدمتي عليهم وجا لقاها بارده؟ اه انا خدمت عليها وجا لقاها بارده، جا قال حقه ما حقه، زعما نخرجهم ليها، زعما انا ما غاتجيش تشبعني على هذا وكاع مكلخ للدرجه، لا ما كايناش الكاميرا ديال الكاب ما كايناش. راه كاينه ولكن انا خاصهم يجبدوه لي، راه ما خاصوش يبقى مطلوق لي، يبقى يعني يمشي حياتي كامله ضاعت لي، انا نجي نخدم على واحد يجي يديها، راه ما يمكنش. نهار اش وقع هادشي بالضبط؟ هادشي وقع لي نهار 6 في شهر 3. 6 في شهر 3؟ اه. عطاوكش التوقيت ديالي باش تشير؟ ما عنديش الوقت معاش نتيرات، عندي غير النهار فقط، الساعه راه ما عنديش. شنو الرساله اللي تبغي توجه للناس المسؤولين؟ يعني الرسالة اللي كنوجه يعني يدخل لي الشرطة العلمية في القضية ديالي، ووكيل المالك تا هو يدخل لي في القضية ديالي، حيت ما يمكنش. راه أنا ضريت بزاف، راه الناس كون كانوا في بلاصتي أنا كون راهم تشلوا، وأنا الحمد لله صبرت، وصبرت يعني والله عطيني الصبر، ولكن أنا الصبر ديالي راه ما خاصوش يضيع لي هباء المنثورة، لازم ان لازم يجي شي واحد اللي يشوف لي قضيتي انا، قضيتي مفهوماش كنعيا ما نفسر فيها، يعني ملي كنجي نشوف لادات ديال 6 في شهر 3 كنلقاها بنهار الحد، يعني بالحد يعني كيفاش؟ واش مشى بالليل؟ واش مشى بالنهار؟ ما عرفتش واش هو ولا هي، الله اللي كيعلم. يعني انا ما زعما باش كنمشي عند الناس بزاف راه ما كنمشيش، يعني من الزنقه للدار، يعني كيفاش هذا مشى ليا لتليفوني وكيفاش؟ ما فهمتش انا، انا كنطلب من المسؤولين انهم يدخلوا ليا في القضيه ديالي. سمعناك انك كنتي دايره زعما كاين الفلوس هذه قبل المرض ديالك. اه. مراتي وانت ما عندكش الفلوس هذه شنو غدير؟ ومن نهاري غنمشي نطلب، شكون غيجي يعطيني انايا؟ وانا يتيمه شكون غيعطيني؟ ما كاينش اللي غيعطيني، انا مريضه كل مره في السبيط، انا عندي ورق ديال السبيطار ديالي، عندي بزاف د الحوايج، يعني انا حاطه على قبال المرض، انا ما رضاش نمشي عند واحد نقول لي سلف لي، انا هو كاع سلف لي، منين غنرجعهم لي؟ انت ما بغيتي والو، بغيتي فلوسي. انا ما بغيت والو، انا بغيت فلوسي والكاميرا الدور، هادشي اللي بغيت، يرجعوا لي فلوسي والكاميرا الدور. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.